السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نعمل مؤثرات على صورة. ممكن صورة بالشكل دوت، أول ما بعمل سيلكت يبدأ يدخل في الخصائص بتاعتها، مثلا الحدود الخارجية تبقى عاملة ازاي، فأقول له مثلا اللون دوت وأبدأ أتحكم في السمك بتاعها. وأقدر إن أشوف الشكل اللي أنا عايزه، وليكن مثلا دوتت بالشكل دوت أو حاجة بالشكل دوت، وأقدر أديله ظل. يعني في مجموعة من التأثيرات موجودة هنا، ظل عايز انر جلو بالشكل دوت، ممكن أقوله بريفيو، وأي مؤثر أعمله هتبدأ تحس بيه على طول. هنا مثلا حاجة خارجية بالشكل دوت، تقدر بعد كده تقول للمؤثر يبقى مثلا نورمال، ولا يبقى سكرين، ولا مالتي بلاي، اوفرلاي، الشفافية قد ايه للمؤثر دوت. وهنا من التروك اللي ممكن تجيبها من الويندوز او F10، هتلاقي بعض المؤثرات زي السمك بتاعت الحاجة قد ايه، الشكل الكاب هنا تبقى قد ايه عاملة ازاي. ممكن تختار مثلا الجوين الى اللاين ستروك، تمام. لو في التايب برضو ده تغير من هنا، الستارت والاند لو انت عايز تديله شكل، لو في ستارت نقطة معينة للستارت والاند. ممكن المؤثرات دي كلها توصل لها من خلال الاوبجكت. هتلاقي هنا عندي افكت فيها كل المؤثرات ديت، تقدر تتحكم فيها او تقدر تلغي كل المؤثرات لو انت عايز. برضه من الفيتنج، لو انا عندي الاطار الخارجي دوت مختلف عن الصورة، هل تخلي الاطار هو اللي يحاز الصورة ولا الصورة اللي تحاز الاطار؟ يعني مثلا لو انا جيت هنا وكبرت دي كده شوية، تمام، اهو هقول له بقى انا عايز اجي هنا من اوبجكت واقول له فيتنج، اقول له مثلا فيت فريم تو كونتنت او فيت كونتنت تو فريم بالشكل دوت، فالصورة اتغيرت بحيث انها تبقى بنفس حجم الاطار. ومن هنا تقدر تعمل تغيير للشكل، مثلا حاجة زي تغيير الزاوية، حاجة ممكن تغير الستايل بالشكل دوت، أو ممكن تعمل روتيت للصورة، أو ممكن تقلب الصورة لو أنت عايز. يعني هي مؤثرات كويسة جدا بحيث إن أنت تقدر تطلع الصورة اللي أنت محتاجها.